السلام عليكم جميعا، ان شاء الله تكونوا بخير. وياكم مستر سيف من امريكا. اليوم ما شاء الله الجو كلش حلو، مدينة ريتشاردسون، مقاطعة من مقاطعات دالاس، ريتشاردسون تكساس. اليوم مثل ما نلاحظ ثلوج ده ذوب الحمد لله. طبعا نحن هنا بريتشاردسون او يعني بتكساس عموما ولاية ما متعودة على الثلج، ولهذا دائما مثل ما تشوفون حتى تكرمون اهل الزبل. اليوم صار الاسبوع اليوم يلا شالوا الوصف اللي نخليه دائما ورا البيت. نحن النظام مالتنا نجمع الوصف بكياس ونخليه كل يومين في الاسبوع يجون ياخذون الوصف. مثل ما قلت نحن بتكساس عموما ما متعودين على الثلج، ولهذا بس يعني ذب الثلج لمدة يومين وقفت الحياة تماما بريتشاردسون بالمدينة اللي يعني بيها. يعني هاي مدارس 4 أيام ماكو، وعندنا الدوائر ما مفتحة، وغيرها وغيرها، وهواية تكثر الحوادث، لأن احنا ما مثل غير ولايات مثل ولاية ميشيغان أو نيويورك أو ماريلاند، الولايات الباردة اللي متعودين على الثلج، ولهذا تقف الحياة تقريبا بعموم المدينة إلى ما يعني المدارس ينطون عطل إلى ما تفض الثلوج والذوب حتى يرجع كل شيء على طبيعته. هذا اللي اريد اشوفكم اياه اليوم. سلام.